احنا وقفنا طبعا موسيماني قال ان كان ليه دور مهم جدا ما بين الشوطين، يعني بعد نهايه الشوط الاولاني موسيماني بيقول هو ادى الكابتن 10 دقائق يتكلم فيهم، هو اتكلم في جزء تكتيكي شويه، لكن كان الدور الكبير عليك يا محمد. مفيش، انا دخلت بين الشوطين طبعا يعني اتكلمت مع اللعيبه يعني بشكل ما اتكلم طبعا يعني مش هينفع يتقال، بس بلغه الكره شدتهم يعني شدتهم شويه وبتاع. احنا لعبنا 2 نهائي قبل كده وكل واحد بيفتكر بعد ما المباراه بتخلص احنا بنبقى قاعدين ازاي. احنا قدامنا 45 دقيقه الاولانيه خلاص خلصت من ساعه خالص، احنا عندنا 45 دقيقه تانيين لازم نفكر في ال 45 دقيقه نعمل فيهم ايه، لازم نطلع كسبانين، مفيش حاجه اسمها نطلع غير اللي احنا نكون كسبانين. اتكلمت معاهم بشكل كده، هم كلهم اخواتي طبعا وكلهم عشان كده يعني احنا قريبين من بعض جدا كسن وكلاعيبه وقريبين من بعض جدا، عشان كده انا يعني هم بيستقبلوا مني الكلام كويس طبيعي جدا. بس طبعا يعني كمان اللي يعني تعبان معايا برضو في الموضوع ده كله برضو ايمن اشرف وسعد برضو متواصلين مع اللعيبه. احنا حتى وليد سليمان شفناه من خلال اتصالاته طبعا. طبعا وعلى طول بيبعت لنا على الواتساب على الجروب بتاعنا، بصراحه يعني احنا كنا مفتقدينه بس الحمد لله وان شاء الله يقوم بالسلامه، واحنا برضو كلمنا على طول وبعتنا له. بس بصراحه ايمن يعني اللعيبه كلها الفتره ديت بصراحه بقى لها فتره كبيره كده قريبين من بعض يعني زي الاخوات بالظبط، ما فيش حد يعني زي بيقولوا انا كابتن وكل حاجه، بس انا في الاول وفي الاخر اخوهم الكبير، هم كلهم اخواتي. اي حد عايز اي حاجه بتكلم معاه كله بيتكلم وكله احنا بنسمع وبنسمع اي حد بيتكلم، وفي الاخر بنتناقش ونوصل لحل معين ونوصل في الاخر حل كل واحد بيتكلم فيه. الامور ماشيه كويس يعني لما اتكلمت معاهم انا كان الحلم والعهد اللي احنا اتكلمنا فيه مع الجمهور ده اللي انا وصلته لهم للعيبه بين الشوطين، عشان كده اللعيبه اتفهمت الموضوع والحمد لله. كابتن طبعا مستر بيسو طبعا دخل اتكلم في فنيات ونزلنا الحمد لله الشوط الثاني زي ما حضرتك شفت كنا كويسين الحمد لله. خدنا وهي دي عاده النادي الاهلي عشان كلنا بنشتغل كعيله كابتن سيد، متعودين واحنا صغيرين ان النادي الاهلي بيشتغل كعيله، وان كابتن الفريق حتى لما بيكون قائد وممكن يعنف لعيب ممكن يشد لعيب بيكون في تقبل للكلام دوت، فده مهم جدا.